اي نعم. طيب معنا الاخت اسيا من ايطاليا. اخت اسيا تفضلي. وعليكم يا استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا استاذ. عندي سؤالين من فضلك. نعم تفضلي. السؤال الاول، اختي كانت حائض مده، اختي كانت حائض مده اسبوع، وبعدين يا استاذ انقضت الحيض واغتسلت وبدات الصلاه، بس بعد الاسبوع عادت الحيض كما هي، هل تقطع الصلاه ام تصلي؟ ماذا تعمل؟ هذا سؤالي الاول من فضلك. تمام. السؤال الثاني يا استاذ طريق، والسؤال الثاني، هل انا ماجوره وانا اتالم لان لم يتم زواجي مع شخص كنا على وشك الزواج، فهل انا صابره ولكن اتالم، هل انا ماجوره؟ وبشكر حضرتي الشيخ على هذه الدروس، وبشكر حضرتكم. شكرا. الله يخليكم لنا. انا مغربيه. على شكرا جزيلا. خليها معانا على التليفون. تمام شيخنا، خليك معانا يا اختي اسيا على الهاتف. السؤال الاول ليها اخت، يعني شيخنا بعد ان انقطع الحيض لمده اسبوع وبدات في الصلاه عاد مره اخرى الحيض، ماذا تفعل؟ السؤال اللي من اجله طلبت ان تكون ان تظل معنا الخط، هل الدوره عند اختها منتظمه ولا مضطربه؟ منتظمه ام مضطربه؟ اخت اسيا. نعم تفضلي. الدوره منتظمه ام مضطربه؟ اول مره يا استاذتي تقع لاختي هذا المشكل. بلغ السؤال يا استاذ طارق اللي يرضى عليك. هي شيخنا بتقول ولا نعم. مضطربه؟ هي ردت قالت ان هذه اول مره تحصل لاختها هذا الموضوع. برضه ما زال السؤال قائما، هل الدوره عندها منتظمه، تاتي موعدها منتظمه ولا مضطربه؟ يا اختي اسيا، هل الدوره منتظمه في المواعيد؟ نعم تاتي في مواعيدها. نعم يا استاذ تاتي في مواعيدها، بس هذه المره عملت كذا. خلاص يبقى ما دامت الدوره اسيا بنتي، ما دامت الدوره عندها منتظمه وهذه اول مره يحدث في هذا الامر، وبعدين من انتظمها انها تتموعدها، من انتظمها انها تظل المده المحدده لها منذ ان بلغت، يبقى معنى ذلك اذا جت في ميعادها وكانت تشعر بنفس الآلام والمعاناة اللي بتعاني منها أثناء نزول الدورة، ويبقى الأيام دي هي أيام الدورة بالفعل تنقطع فعلا التكلفة الشرعية، وبعد ما ترى القصة البيضاء تغتسل وتصلي، ولو نزل دم بعد ذلك لا يؤثر ولا يسقط التكلفة الشرعية، لأن ربما يكون يعني خلية تهتكت، خلية حصل فيها تهتك أو شيء من هذا القبيل، فلا تنقطع عن الصلاة، فتستمر في صلاة إن شاء الله ولا تتوقف.